ممكن ما تساوي هيك؟ خليك بشغلك يا أخي، تمام؟ خليك بشغلك. بعتذر، ممكن أخذ التاكسي اللي على الدور؟ أنا مستعجلة كثير. لو سمحتي يا خانم، تفضلي، نحن منوصلك على المكان اللي بدك تروحي عليه. شو اسمك انت؟ ديفن. ديفن، النشاط الجهد او الحركة او المثابرة. انت اصلا هيك؟ اصلا ببساطة انا ضحيت بعمري كرمالك، تحديت كل العالم. انا كل اللي عم بعمله عم بعمله مشان مصلحتك. لا تعملي، لا تتدخلي بحياتي ابدا. كيف لقيتني بعد هالوقت؟ سؤالك حلو. لا تتجاوزي حدودك. وهلأ كيف؟ ها؟ يلي عامل حالك بطل. يعني أنت ما بتفهم بالحكي بنوب؟